Grazie di cuore, شكرا من قلبي معالي الوزير سامح شكري لما قمتم به على من ترحاب جميل ونحن نعمل معا وكان إيجابيا كثيرا اللقاء مع سيادته وأيضا مع فخامة سيادة الرئيس السيسي هذا الصباح وتحدثنا عن العلاقات الثنائية بين البلدين بين مصر وإيطاليا ومصر بلد أساسي لاستقرار المنطقة في المتوسط وفي حوارنا معا اليوم تطرقنا إلى بشكل عميق إلى الموقف الدولي ونحن نحاول أن نرى ما يحدث في إسرائيل وقطاع غزة ولقد شهدنا الإدانة الكبيرة للعمليات الإرهابية من حماس تجاه المدنيين وأيضا تلقينا هذا التضامن من الجانب المصري ضد ولمصر دور مهم جدا ونحن سندعم كل المبادرات التي تقترحها مصر وتقوم بها من أجل البحث عن أو من أجل محاولة البحث عن حل إيجابي للرهائن ولقد وجدت سيادة الرئيس السيسي مصغيا مهتما في سعيه لفعل كل ما بوسعه في لحل هذه الأزمة الصعبة خاصة فيما يخص الرهائن والنساء والمسنين والأطفال وذكرت لمعالي الرئيس السيسي أن بين هؤلاء الرهائن على الأقل اثنين من الإيطاليين ورجل وزوجته وطلبت من سيادة الرئيس أن يفعل كل ما بوسعه كي يساعد على تحرير هؤلاء ولخلق ممرات بشرية لمساعدة ولقد أبدى كل استعداده كل ما هو ممكن فعله في ذلك وأيضا كذلك شددت على أهمية على تخفيف التصعيد وتوطئة الأمر وما يحدث في الوضع الراهن والأزمة التي خلقتها حماس وقد وجدت أيضا هنا الإصغاء والرغبة في تهدئة الأوضاع والوصول إلى حل من الدول العربية من أجل الاستقرار وتدعيم السلام في الشرق الأوسط وستكون هناك مبادرات موجهة إلى تهدئة الوضع برعاية الحكومة المصرية وسنجد الدعم أيضا ستجد هذه المحاولات الدعم من الجانب الإيطالي وثم تطرقنا إلى الحديث عن الهجرة غير الشرعية وجهود مشتركة وسوف يتم توزيع الجهود بيننا لكي نكافح ضد مهربي البشر الذين يهربوا أيضا الأسلحة الذين يهربون الأسلحة والمخدرات ونحن كنا في روما نتحدث عن ذلك وسنستمر في العمل معا من أجل الوصول إلى الأهداف المشتركة وأيضا لوقف موجات الهجرة غير الشرعية غير الشرعية وقد تطرقنا أيضا إلى الصناعة والزراعة والهجرة الشرعية ودعم ذلك ونحتاج أيضا إلى الأيدي العاملة المؤهلة لذلك نحن ندرس كل صور التعاون مع مصر أيضا عن طريق القطاع الخاص من أجل تأهيل العمال في مجال الصناعة والزراعة الذين يمكنهم المجيء إلى العمل في إيطاليا فيما يخص القرار المرسوم الذي يأتي إلى بجلب العمالة الخارجية سواء عن طريق النسب أو الحصص الذين نزيدها باستمرار من أجل جلب الأيدي العاملة من الخارج في الشركات في بلدنا في إيطاليا وهناك أيضا العديد من المبادرات التي ندرسها في الجهات الدبلوماسية وبالاتفاق مع السلطات المصرية للوصول إلى الأهداف المشتركة ولقد نحن أيضا نعمل على كل المبادرات الثقافية المشتركة التي يمكن القيام بها ومع الأسف
الوضع الدولي الحالي أجبرنا على تأجيل الحفل الموسيقي الذي كان متوقع إقامته مساء اليوم، ولأننا رأينا أنه ليس من المناسب في هذه اللحظة تنظيم حفل موسيقي، وسيكون هناك منتدى اقتصادي للأعمال، وسنرى من خلاله كيف نعمل معا بين الشركات الإيطالية والشركات المصرية، وهناك اهتمام كبير من جانب الشركات الإيطالية للاستثمار في مصر، ولذلك فيما يخص التعاون الثنائي بين البلدين فإن الأمور تسير في مسارها الصحيح. والنقطة الأخيرة التي أخبرت بها سيادة الرئيس السيسي، وفيما يخص المحكمة العليا عندنا وهي المحكمة الجنائية، فأخبرت معالي الرئيس بأن البحث فيما يخص قضية ريجيني بالبحث عن الحقيقة لنعمل معا للوصول إلى كل الأمور التي نبغي الحصول عليها، ولذلك فإيطاليا فإنها تحرص على التعاون مع مصر في كل المجالات وأيضا على الصعيد الاستراتيجي، لأن ذلك يعني النمو الاقتصادي والسلام والاستقرار.